أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن خبير التجميل الإماراتي بدر خلف خدع جمهوره بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه بجسم أنثى، ما جعل متابعيه يعتقدون أنه أجرى عملية لتحويل الجنس من ذكر إلى أنثى. لكن لم تمر سوى أيام قليلة حتى اتضح خداعه للجمهور وفبركته للفيديوهات من أجل زيادة التفاعل واللايكات وكسب المزيد من المشاهدات عبر حساباته على السوشيال ميديا. بدر خلف اعتاد أن يثير الجدل على السوشيال ميديا، خاصة فيما يخص تحوله إلى أنثى، حتى فاجئ جمهوره منذ أيام بمقطع فيديو يستعرض فيه وجهه مركب على جسم أنثى، وعلق على الفيديو قائلا: خلف الكواليس قبل ما شيل الشنب. وعاد بدر خلف من جديد لينشر مقطع فيديو آخر متحدثا وكأنه أنثى بالفعل، مخادعا جمهوره قائلا: قاعدة أجرب ستايلات جديدة، وش أكتر لبس عجبكم؟ لكن بالبحث والتحقق من الفيديو الذي نشره خبير التجميل الإماراتي اتضح تدليله للجمهور من خلال فبركة الفيديوهات. فبالبحث والتحقق من الفيديو من خلال أداة البحث العكسي التي يتيحها محرك البحث، تبين أن بدر خلف استغل فيديوهات لأجنبيات من بينهن عريضة الأزياء ديا كاننشا، واستخدام برامج تحرير الفيديو والخدع في تغيير وجه الأجنبيات واستبداله بوجه مع الإبقاء على باقي الجسد الأنثوي الأصلي. وفي إبريل الماضي نشر حساب باسم ديا كاننشا على إنستغرام مقطع فيديو يتضمن مقتطفات من عرض أزياء سريع لديا، وهذا الفيديو استخدمه بدر خلف في فبركة قصته المزعومة للدعاء بأنه تحول إلى أنثى، حيث قام باستخدام برامج تحرير الفيديو والخدع بوضع وجهه على جسم الفتاة التي تستعرض ملابسها حتى يظهر للجميع بأنه يملك جسم أنثى، ويكمل قصته في خداع الجمهور. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر الثقافة.